موجة احتياجية بدأت بوادر عصفها من العاصمة المؤقتة عدن، تحديدا وقبيل أسبوع كانت البداية بثلة من الشباب المعتصم في جولة البريقة أمام ميناء الزيت. حاولوا منع ناقلات النفط من المرور احتجاجا على ارتفاع الأسعار. الاعتصام لم يكن له ذلك التأثير قبل أن ترتكب العصا الأمنية لقوات التحالف الحزام الأمني خطيئة القمع أو وقود الثورات. توسعت الاحتجاجات منذ إطلاق الرصاص الحي لتشمل كافة المديريات في المحافظة. هذه التظاهرات بالرغم من القلة العددية لا تعبر حسب مراقبين عن حجم الغليان الشعبي وغضب كامن من ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع بنسبة تفوق 30% كنتيجة حتمية لتدهور العملة المحلية. ويرجح أن موانع ازدياد الأعداد تجارب مريرة مع مظاهرات ثورية أو حراكية تم استثمارها من قبل الأحزاب والقوى السياسية لمصالحها الخاصة والتي أصبحت جميعها شركاء في السلطة والفساد الناضح منها. وفي عدن 2018 يظل الشباب الثائر حائرا بين استقلاليتهم مع ضعف في التنظيم أو تبني تيارات سياسية لمطالبهم مع مخاوف من تجيرها لصراع ما زال فتيله آيلا للاشتعال مجددا في أي وقت. على أن مستصغر الشر لا يجعل فساد الحكومة في مأمن من انتفاضة للجياع تلوح في الأفق، ومع ظروف الحرب والانقلاب وسيطرة التحالف دون الإيفاء بأدنى الالتزامات بالإضافة إلى هشاشة مؤسسات الدولة وغياب أي معارضة سياسية منظمة، يتوقع أن تكون الانتفاضة القادمة أكثر عصفا إن لم يتم تدارك الأوضاع الاقتصادية المضطردة في الانهيار. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.